انا ما كنتقش على السياسيه. هو ديما نفس المواد داكشي اللي كيديروا ما تيطبقوش. حل خص الشباب يطلعوا. بصفتي كنمثل شريحه الشباب فشخصيا لا اثق في البرامج السياسيه ولا حتى في رجل السياسه. لازم على السياسي انه يعرف بقيمه التواصل السياسي، التواصل السياسي ما بينه هو كرجل السياسه وما بين الفرد داخل المنظومه المجتمعيه. هو نورمالمون المغرب عنده بزاف الاحزاب السياسيه، ولكن الثقه في هذه الايام السنين الاخيره انعدمت. البدائل هو محاربه الاستبداد. انا ما عنديش ثقه في الوعود السياسيه، ولكن تيبقى عندنا امل بالله راه غيكون واحد التحسن. الوعود السياسيه اخويا ايه هضره في هضره، وفوقاش ما عطاونا شي وعود كاين نفس كيوقع نفس المشكل عاوتاني. وعود يا خاويه شخصيا ما كنثقش في حلول سياسيه اللي كي في الحلول السياسيه، لان البرامج الانتخابيه ما كتطبقش على ارض الواقع كما هي وكما كيوعدونا بها الاحزاب السياسيه خلال الحملات الانتخابيه. كنقترح كبديل ان الشباب ياخذوا المبادره باش يطوروا العمل السياسي. تنحسبوها بحال اللي مسرحيه تيديروها لنا في التلفازه، هادشي ديما تيتكرر بان مسرحيه تدوز في التلفازه والسلام، هما راه دايرين اليد في اليد بعضياتهم، والشعب راه واكل العصا.